الزجاج ديال السكينة، الزجاج اللي جات بالقوة ديالها وضربت وصلت حتى الوزير اللي غيجاوبنا واحد البلاغ مضرر، واحد البلاغ كاذب غيكتب فيه على المغاربة وغيقول لهم أنه لا يتحمل المسؤولية. غادي نخليكم كلمة افتتاحية للرفيق يوسف على أساس أننا من بعد يكون الشعارات وتكون كلمة إجرامية باش نربحوا هذا الشكل النضال. يا وزير يا مصغر يا وزير يا مصغر راه كاينين شركات راه كيحيدوا في الرملة، راه كاينين شركات كيحيدوا في الرملة وكيوسعوا العرض. السؤال اللي مطروح علاش مدة 17 سنة وهذو كذا ديال الشركات ولا ميكرو ديال الرملة من العرض حيدوا؟ هذه مطروح هذيك الرملة اللي كانوا كيحيدوها منين بلاصة كانت كتحيد؟ واك عباد الله راه هذه هي الجريمة اللي دارت حق عزمور. راه ما عمر شي واحد من هنا راه حنا كنا كنشوفوا التيوات داخلين وسط غابات سيدي وعدود وكياخذوا الرمله من جوده رائعه وكيبيعوها. انا سولت مالين الشركات بثلاثه قلت لهم شحال كنتوا كتصوروا في النهار؟ واحد قال لي 42 مليون، واحد قال لي 82، واحد قال لي 100. الله يرحم الوالدين. السؤال اللي مطروح هذوك اطنان الرمال فين مشات مادام المصب باقي مسدود؟ مشاهدينا الكرام، مشاهدي المغرب العربي بريس، احنا اليوم في واحد الوقفه من اجل رفع الاعتبار لنهر ام الربيع. احنا في الملتقى المباشر هو الملتقى القديم اللي كان ما بين النهر وكذلك المحيط بنهر ام الربيع اللي المصب ديالو مدينة عزمور ومن بعدها مدينة خليفه رعلة، امتداد واحد 650 كيلومتر. هو كيعيش الان ازمه خانقه بسبب الوضعيه اللي كيعيشها من جراء الحصى والرمال ورانا المحيط الاطلسي. وهذا يعني الجهه الغربيه والجهه الشرقيه كانت مدينه كازمير. غنستضيفوا معنا احد الاعلاميين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين الاخ ميلو الدزاوي. الاخ ميلو الدزاوي اللي هو معروف عن جميع الاخوان الصحفيين في مدينه كازمير. السي ميلو الدزاوي هو غادي يعطينا كلمه تعريفيه خاصه به على التعريف وكلمه حول المشكل اللي كيعيشوه. الحدث اللي كنعيشوه تقريبا من مده ولكن اليوم جاء الوقت باش غادي نديرو بالنسبه للمنطقه اللي كنناضلو فيما يخص الصالح والصالح العام. فيما يخص المشكل اللي عندنا اليوم اننا بعد ما بلغ السيل الزوبه وبعد ما وصلنا لواحد الحاله كارثيه لهذا المصب اللي هو اللي تعتبر كثروه اللي تنعيشوها اللي تنصادفوها في نهر ام الربيع. اليوم تنعيشوا اخر لحظه لهذا المصب بما يعني اننا يمكن ان نقول ان نهر ام الربيع يحتضر في دقائق الاخيره ديالته. واليوم الحمد لله الاحرار ديال ازمور والاحرار ديال سيدي علي والاحرار ديال الورد الحمود والاحرار ديال الحوزيه انهم توفقوا اليوم باش يديروا هذه المسيره اللي هي صراحه مسيره ناجحه 100% باش يوصلوا الصوت ديالهم للمسؤولين ويقولوا لهم بان هذا المصب راه لا يمكن باش نصلحوه ترقيعي. هذا المصب خصو دراسه، هذا المصب خصو عنايه، هذا المصب خصو جرأه، هذا المصب خصو شجاعه. هذا المصب ما يمكنناش ان نجيو بين لحظة وضحاها ونقولوا اننا غنفكوا المشكل. هذا المشكل ديال المصب تعرفوا الجميع، هذا المصب كان سابقا كان خدام، كان سيران، كان تعرف واحد الرواج كبير اقتصادي، ان ابناء زمور الاغلب فيهم كانوا تيسترزقوا الله من هذا المصب. ثانيا فيما يخص الميدان الفلاحي كانوا الناس تيسكنوا هذا المصب. الور مؤخرا ولا تتعرف بعض المشاكل في هذا المصب نظرا علاش؟ لان كاين هناك ربما كاين تطاحنات سياسيه، كاين تطاحنات انتخابيه،
كاين رؤية أخرى، وهذا ما سبب باش هاد الناس هادو أنهم عيوم يصبروا وعيوم يتسنوا في الحلول، ورغم ذلك ما كاين حتى حلول، وها هما اليوم تيجوا لأي مكان. السيادة كيعيشوا فيه وكان وكيقتاتوا من هاد النار. هذا الربيع سيتحول في القريب إلى بركة، مستنقع جامع المنفعيات وجامع للآفات أخوتي، وحنا بغينا نلقاو شي حد، بغينا شي ولا غادي تخمو في الفلوس ولا هادي، رحنا مستعدين نبيعوا حوايجنا ونساهموا معاكم. نساهموا معكم خوفا على انفسنا، عرفت كرم على ناس مدينه والله تنبيعوا حوايجنا ونساهموا مع اي مسؤول في هذا الوطن باش يعتق لنا هذا المصب. وهذا النهر باش يجمعوا المياه العادمه اللي هي حدانا، والريحه ولات تضرنا، وحنا تنطالبوا ما كايناش فلوس عندكم، وكاين هذه الازمه وهذا الكوفيد 19 اسيدي، حنا مستعدين نبيعوا الغالي والنفيس كايشي منو كاع الزمور كاع وليدات الزمور الناس هنا كاع حواته بوشي مني الفليك عيشوا معاهم هنايا. إن دابا الواد ها هو الحوت وقف، ما بقاش كله ضاع. الاسم ديالك؟ إيوا الوقت اش نقول لكم؟ هاد الواد فينا ما عادش يدير الشركة ديال راه ما جاوش ما بقاش والو. وصلنا على ختام هاد الميسيون ديال اليوم. كنتمناو إن شاء الله جميع الفرقاء الاجتماعيين وجميع المتدخلين يكونوا يد في يد من رؤساء المجالس الجماعية، كذلك رؤساء الجهة، العملات، الولاة ديال جهة الدار البيضاء السطات، كذلك وزارة التجهيز، الفلاحة، الصيد البحري، الوزارة الأولى، وزارة الماء والبيئة، يعني واحد المجموعة من الفرقاء ديال السياسيين والاجتماعيين يتضافروا ويكونوا واحد الجهد من أجل إيصال النتيجة مرضية من أجل فك العزلة على نهر أم الربيع، وبالتالي فتح الباب للأسماك الملوش للمياه العذبة أم الحلوة لسد بن معاشو، كذلك سد السيد الضاوي. شكرا لمتتبعي قناة المغرب العربي بريس، وشكرا لجميع المتدخلين، ونلقاكم في ميسيون أخرى إن شاء الله.